داخلية ممكن نعرفوا قوانين تركيب داخلية واحدة أخرى انطلاقا من هذه الأمثلة. إنها اللي هي منتهية في الحسابيات. وي مجموعات اللي عرفنا فيها عملية الجمع عملية الضرب. بار اللي هي ماذا بار؟ أصناف تكافؤ. دونك مجموعة أصناف تكافؤ كيف رمزنا لها؟ زاد على ان زاد. دونك في المجموعة زاد على ان زاد عرفنا ضرب صنف تكافؤ زائد صنف تكافؤ يساوي صنف تكافؤ، نفس الشيء بالنسبة للضرب. دونك حاولوا نشوفوا الحالة العامة في مجموعات منتهية. ثانيا قانون تركيب داخلي في مجموعة منتهية. قانون تركيب داخلي مجموعة منتهية. المجموعة مكونة من العناصر موانزة ان بالعملية الضرب تعطينا العنصرين الجدار تاع عنصرين من بين هذه العناصر غادي يعطينا عنصر بين هذه العناصر ونحصلوا على قانون تركيب داخلي ونزيدوا لهم حتى الصفر. لتكن ال قانون تركيب داخلي نعتبره E مجموعة منتهية مزودة بقانون تركيب داخلي نجمه. دونك مثلا كي نبغي عرفنا الجداء والمجموع في الزاد على ان زاد كي درنا النتائج فين عطيناهم؟ النتائج تاع الجمع والضرب في الزاد على ان زاد يعني فهي اصناف التكافؤ ولكن فاش خصنا كاع دوك النتائج جدول الجدول اللي كان يتسمى جدول الجمع او جدول الضرب. دونك انا في الحاله العامه نسميوه جدول القانون نجمه او جدول مجموعه او مزوده قانون نجمه. نلخص جدول يسمى النجمة. يعني بعض الأسئلة أو نأخذ مجموعة ناقص واحد صفر واحد. المجموعة واش من عملية لازم نعرفوا فيها؟ ناقص واحد صفر واحد قلنا واش من عملية يمكننا نعرفوا فيها؟ يعني ممكن نعرفوا عملية الضرب أو واش من ضرب غادي نعرفوا فيها؟ يعني منين غادي نجيبوا هذا الضرب؟ أي ضرب اللي موجود في أي مجموعة؟ في R. إذن هذه أصلا فهي جزء من المجموعة R. دونك غناخذوا ذاك الضرب العملية اللي عندنا في المجموعة R تاع الضرب ونشوفوا واش تعطينا في هذه المجموعة هذه صحيح؟ يمكن لي نعتبر الاو كجزء من ار او فقط من المجموعه زاد. ندير الجدول تاع الضرب في هذه المجموعه. او مزوده بالضرب. واحد صفر واحد درت لافلاش في هذا الاتجاه معناه هادو غادي يكونوا الا وهذه هنا فهي البي. دونك ناقص واحد مضروبه في ناقص واحد واحد ناقص واحد في صفر صفر ناقص واحد زيرو 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 ناقص واحد زيرو واحد. دونك جميع النتائج اللي عندنا هنايا فهي في المجموعه او. دونك غادي نقولوا بان فهو قانون تركيب داخلي الضرب اللي عرفنا هنايا في المجموعه او فهو
قانون تركيب داخلي. بالنسبة للمجموع، هل هو قانون تركيب داخلي؟ إن لا، لأن واحد زائد واحد يساوي زوج. إذن هنا أعطينا زوج، زوج فهو غير موجود في المجموعة. قانون تركيب داخلي، مثلا ناقص واحد زائد ناقص واحد كذلك غادي يعطينا ناقص. دونك كملاحظة، تركيب داخلي في المجموعة. هنا غادي نقولوا بأن أو راه مستقرة بالنسبة للضرب في المجموعة الذات، ولكن غير مستقرة بالنسبة للجمع، لأن عندي على الأقل المجموع تاع جوج تاع العناصر من أو لا ينتمي إلى. بالنسبة للضرب، الضرب تاع أي عنصرين من أو فهو في المجموعة أو. قلنا كذلك المثال تاع زاد على ان، ناخذ يساوي زاد على ان زاد. كيف ناخذ ان باش نكتبوا الزاد على ان زاد؟ ان تنتمي الى ان، نجمع يخالف زاد على ان زاد مجموعة ان عنصر تكافؤ صف، صف تكافؤ واحد، تصف تكافؤ ان موانزا. قلنا كذلك الجمع والضرب قانوني. ناخذ مثال واحد اخر ثالثا، عرفت مجموعة منتهية او اللي هي واحد زوج تاع ستة، الكل زوج ا بي من او كروا او، غنسميو انجم بي يساوي واحد العدد ار، بحيث غنختار الار هو باقي القسمة الإقليدية على ماذا؟ باقي قسمة إقليدية. يعني واش هو المقسوم عليه اللي خصنا نختارو باش تعطيناه قانون تركيب داخلي؟ يعني باش البواقي تكون بين واحد وستة، واش من عدد خصني ندير هنا؟ سبعة. دونك البواقي تقدر تكون صفر، واحد، زوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، حتى ستة. ناخذ بالنسبة للمقسوم فهو أ أس بي، صافي؟ ما حنا عرفنا على هذا الشكل. يعني سمينا عرفت قانون تركيب داخلي في المجموعة أو. نتأكدوا بأنه قانون تركيب داخلي، يعني الار فين خصو يكون؟ واحد، زوج، ثلاثة، حتى ستة. كي كنقسم أي عدد على سبعة، قلنا الباقي كيكون صفر، واحد، زوج، حتى سبعة، حتى ستة. يعني علاش في هذه الحالة ما غاديش يعطينا الصفر؟ أما معنى أن الباقي وي إن سبعة تقسم أ أس بي. إذا افترضنا أن سبعة يقسم أ أس بي، معنى ان سبعة يقسم أ. لماذا؟ لأنه عدد أولي. هل هذا صحيح؟ إن لا، لأن الأ أصلا فهو ينتمي لأي مجموعة؟ واحد حتى ستة، ما كاينش شي واحد قابل القسمة على سبعة في هذه المجموعة. دونك الكتابة هذه تعطينا قانون تركيب داخلي في المجموعة أو. المطلوب أنشئ
جدول انجم نحاولوا تصموا واحد الجهه واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة ثم نفس الشيء واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة آخر ستة باش نعمروا هذا الجدول يعني نعتبروا لي ا هما هادو ولي بي هما هادو لان لا فليش راه في هذا الاتجاه هذا صافي دونك مثلا بغيت جوج نجمه ثلاثه جوج نجمه ثلاثه ما معنى جوج نجمه ثلاثه شحال باش نعمروا هذه البلاصه واش غديروا يعني غادي نحسب اول جوج اس ثلاثه جوج اس ثلاثه عطاتنا 8 غادي نقسمها على 7 غادي يبقى لنا شحال واحد يعني واه هنا نديروا نفس الشيء بالنسبه لباقي العناصر دونك دائما على حساب لا فلاش ا هما هادو لي بي هما هادو دونك عندنا انجم بين نسبه واحد ثم على 7 الباقي فهو واحد هنا هذا العمود شحال غادي يكون غادي يكون واحد لماذا كاملين هادو غادي يكون واحد حاولوا تعطوني التفسير تاعها تدرس ينفع انا تفرما لان واش نديرو هنا واش نحسبو ا اس شحال استا ا استا ا استا توافق ماذا واحد لان الا واش هي القيم تاع ا في هذه الحاله واحد زوج تستا كي غادي تكون مع سبعة اول هذا عطاتنا واحد على دو غادي نحسبوا عطاتنا كذلك جوج اس واحد جوج جوج او كاري اربعة جوج اس ثلاثة توافق واحد تردد سبعة دونك واش عطاتنا جوج اس اربعة جوج أربعة غادي تعاود صافي بالنسبة لثلاثة ندير نفس الشيء ثلاثة أس واحد تسعة ثلاثة أس ثلاثة فهي فهو ستة الحسابية إذا كان عندي شيء أس كبير ستة توافق ناقص واحد بترديد سبعة دونك ثلاثة أس ثلاثة توافق ناقص واحد بترديد سبعة إن واش عطاتني ثلاثة أس سبعة ناقص ثلاثة ناقص ثلاثة هي ماذا فهي ثلاثة أس خمسة يعني ثلاثة في أربعة فهي 12 12 فهي خمسة هنا عطانا أربعة وهنا عطانا خمسة نفس الشيء بالنسبة أربعة أربعة أس واحد أربعة أربعة أس زوج ستاش ستاش هي ماذا؟ زوج أربعة أس ثلاثة يعني أربعة أس ستين اللي هي ماذا؟ فهي واحد مباشرة أربعة في زوج فهي ثمانية ثمانية فهو واحد ثم واش غيكون هنا؟ أربعة زوج خمسة أس واحد خمسة خمسة أس كاري أربعة خمسة أس ثلاثة عشرين عشرين توافق ماذا بتردد سبعة فهو ستة خمسة أس أربعة تردد سبعة
تكون توافق ماذا؟ ناقص 5 اللي هي زوج 5 و 3 فهي 10 بالترديد 7 فهي 3 دونك جوج 3 نشوف بالنسبة 6 6 أس 1 6 6 أوكي 6 هي ناقص 1 فقط 6 1 6 لأن 6 توافق ناقص 1 ترديد 7 دونك نرفعها أس أن تعطينا على حساب الزوجية تاع أن 1 أو ناقص 1